نقل مؤشرات التعليمات السيد النائب الآن إبادة الجهود حل الصعوبات والمعوقات ذكرها السيد النائب الآن وسائل المحامين ورؤساء النيابات الابتدائية وصلت بيت النهار وساعد الموظفين وكان عمله كبير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اجتماع اليوم هو سلسلة لعدة اجتماعات للعام القضائي 24 بإذن الله بدأ خلال الأيام الماضية، وطبعا الأسبوع الماضي هناك اجتماع مع السيد النائب العام في مدينة طرابلس طرح فيه عديد من النقاط. اليوم نحاول أن هذه النقاط أن نطرحها على السادة رؤساء النيابات ومدراء النيابات ونقل تعليمات ومنشورات النائب العام. أنتم تعلمون أن النيابة العامة هيئة النيابة العامة في السنوات الأخيرة قد نهضت وخلال هذه السنوات الماضية، وأصبحت النيابة العامة لها دور كبير وبحكمة السيد المستشار الصديق الصور. واجتماع اليوم يتطلب منا نقل هذه التعليمات، ومنها هي طبعا منظومة التحول الرقمي التي كانت بدأت في بداية السنة الماضية، وكذلك نقل تعليمات السيد المستشار النائب العام فيما حدث في هذه المنظومة. تعلمون أن صرحنا في تصريح سابق بأن محامي مكتب محامي عام البيضاء قام بإدراج حوالي 50,000 قضية، وكذلك منظومة أو مشروع الانطلاقة السجل المدني هناك حوالي 40 سجل مدني قد تم الانتهاء من حوالي 25 مكتب، ولازال في طور الاستكمال حوالي 15 مكتب، وتركيز كذلك على تنفيذ الأحكام وبعض النقاط الأخرى، وإن شاء الله يكون اجتماع خير للجميع. البند الأول أكد من سلامة المحكوم من عام 2011 إلى غاية عام 12/23. السنة اللي فاتت كانت من البنيات الجزمية والاختيارية والالتزام بمواعيد الإدراج المحدثة ومتابعة عملية إدراج لبعض البيانات معرفة السادة رؤساء النيابات العامة والمدراء والعضو المكلف حسب قرار تشكيل فحص هل كل نيابة عندها لجنة بلدية. هو الاجتماع تركز في قضايا بسرعة كبيرة تم فيها نقص بيانات سواء في الإدراج سواء في البلاد، احنا ما عادش عندنا إلا حاجات طفيفة وبسيطة، أما الإدراج اليومي هذا يعني كل عقوبة في المحاكم وتم تجميعها في منظومة التحول الرقمي وتوظيفها وأرشفتها وكان يطلع عليها كافة سواء في هيئة النيابة العامة والحديدية كان لها أثر إيجابي بيضاء لدى السؤال شهر كانت شخصية ممتازة قد سجلت بيت تفتيش خلال العام المنصرم والعام القادم و وجه نظر الإدارة الصعوبات اللي واجهنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا قمنا بعمل كبير وجبار، هذا يعني يكمل العمل